الدرج تسمى في اسم الشخص الأقدم واحد في حارة، يعني مثل الدرج هذا هلا اسمه درج محمد عبده. الأدراج في سيناء عندنا درج الميسي أقدم درج، في عندك درج الصباط في حارات القديمة اسمه الصباط، فهو ما له درج بس الأدراج بتوصل لطريق الصباط يعني، فكله بيوصل ببعضه. طبعا الشوارع والأدراج كلها بتنوصل مع بعض الحارات يعني، عرفت عليه، مع كل الحارة بحارتها، وكل وحدة لها اسم معين ولها ذكريات يعني. في عندك درج الميسي يقال عنه من قديم وحديثا يعني، لا بس من قديم كذا سنة، اسمه درج العشاء. يعني بدك تقول بالثمانينات انطرح اسمه، بس هو اسمه درج الميسي. درج الميسي يعد من السوق ووصل للحارات، بيوصل لحارات كثير، هو قديم أقدم واحد يعد في سيناء. فأدراج هلأ كثير موجودة في سيناء، وكل وحدة إلى قصة وإلى وضع وإلى عشق يعني بدنا يقولوا. وفي عندك شارع الياسمين مثلا عند مدرسة طف السيد أحمد، قديما اسمها مدرسة طف السيد، مصطفى السيد أحمد قديما اسمها الريفية، شارع يعد اسمه شارع الياسمين اسمه. كمان في درج بيوصل للشارع الثاني كمان له قصة، كل درج له قصة وله حكاية. هذا الدرج يعني قديم كثير يعني أنا على هوا ما بتوقع يعني عمره فوق 100 سنة، عرفت كيف؟ يعني تقريبا عمره من بال100 سنة واكثر، لاني هذا من زمان، انا من فتره 10 سنين بتذكروا هذا هون محلي، ما انا هون مستاجره بس حفروه. هذا كان مربط خيل للدرج. انا مين بيقول لي انه هذا مربط خيل للدرج؟ انا ما بتذكره، بس بيجوا لعندي زبونات كبيرين بالعمر مثلا بيقولوا لي هذا محلك كان مربط خيل للدرج هون، عرفت كيف؟ هو وهي البنايه. كمجلس محلي منحافظ على الأدراج لأنه هيمة التراث ونتيجة جت انجراف التربة والسيول، لأنه كوننا بلدنا بين جبلين، أنت علي كيف؟ نتيجة انجراف السيول والأتربة، فمنقوم بشكل يومي دائما وأبدا، وحتى في الأمطار والثلوج بنقوم بتنظيف الأدراج والشوارع الرئيسية كلها والشوارع الفرعية، وبنفس الوقت نحن منحافظ على جماليتها هذه المنطقة والبلد.